اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. It never made sense to him. So then how do you end up with someone like Imam Nawawi, for example, who was Shafi'i, but then also Ash'ari, as they claim? Saying an Imam Ibn Hajar and an Imam Nawawi are Ash'ariya is a kidhiba, it's a lie. How can... Because what I just mentioned to you is Ash'ari believe the Qur'an is makhluq. Nawawi didn't believe that. Wala Ibn Hajar never believed that. ما هو مذهب الحديث والسنة عند الإمام النووي؟ ما هو مذهب الحديث والسنة عند الإمام النووي؟ لا شك أن الإمام النووي لن يختار مذهباً غير مذهب الحديث والسنة. إذن ما هو تصور الإمام النووي رحمه الله للمذهب الذي يمثل الحديث ويمثل السنة؟ هذا سؤال جوهري ومهم للغاية. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الإمام الكبير أبي إسحاق الإسفرايني، يقول: كان الأستاذ أحد الثلاثة، يعني الإسفرايني، يقول النووي عن الإسفرايني: كان الأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة. كان الأستاذ أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة في المسائل الكلامية، القائمين بنصرة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني والإمام أبو بكر ابن فورك، ثلاثة من كبار أعلام الأشاعرة. يقول الإمام النووي بأن هؤلاء هم الذين قاموا بنصرة مذهب أهل الحديث وأهل السنة. إذن من وجهة نظر الإمام النووي رحمه الله، ما هو المذهب الذي يمثل الحديث والسنة؟ هو المذهب الأشعري، ومن ثم فلا يمكن أن يختار غيره مذهبا لنفسه.